قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. لا نعم كثير علينا ولله الحمد، ومنها العرق والدموع، وقد توصلت بعض الأبحاث العلمية الحديثة إلى بعض الفوائد لهذين النعمتين، فماذا عن هذا دكتور؟ الله تبارك وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سبحان الله، كل شيء في جسم الإنسان هو نعمة، يعني نعمة البصر، نعمة اللمس، الشم، السمع، نعم كثيرة جدا. ولكن هذا الجسد الحقيقة يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى تنظيف مستمر، آلية تنظيف. الدموع هي وسيلة لتنظيف العينين، سبحان الله. حتى إن هناك دراسة علمية تقول إن البكاء ضروري جدا لعلاج بعض حالات الاكتئاب. أكيد. الإنسان عندما يذرف بعض الدموع ويبكي تتصعب عليه أمر فيلجأ للبكاء، فهذا يفيده في علاج الاكتئاب. كذلك فإن الله تبارك وتعالى سخر لنا نعمة العرق، التعرق، لأن هذا الجلد إذا لم يكن فيه مسامات صغيرة جدا لا نراها ولكنها موجودة، وأفرزت عبر هذه المسامات يتم إفراز هذا العرق، لمات الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان معروف أن درجة حرارة جسمه ثابتة، وهذه الدرجة الثابتة كيف يؤقلم الجسم نفسه مع اختلاف درجات الحرارة؟ يعني أنت يمكن أن تدخل في جو درجة حرارته 40 درجة أعلى من درجة حرارة جسمك، فيبدأ الجسم بإفراز هذا العرق لتهوية الجلد، وبالتالي تكون مثل عملية توازن مع البيئة. هذه الفضلات يطرحها أيضا الإنسان عبر العرق، هناك سموم، هناك مواد كيميائية، مشاكل كلها تخرج مع هذا العرق. لذلك التعرق نعمة كبيرة جدا أنعم الله بها على الإنسان من دون أن يشعر. النعمة الثانية هي نعمة الدموع. كما قلنا إن الدموع وسيلة لعلاج الاكتئاب ووسيلة لتنظيف العين. الدموع أيضا مهمة جدا لسلامة العين أثناء طرفة العين. أنت عندما تقوم بإغماض عينيك وفتحهما، ما يسمى بطرفة العين، لولا وجود الدموع كمادة لزجة تقوم بتسهيل، تصاب العين بالجفاف وبالتالي يصاب الإنسان بالعمى. سبحان الله. ديننا الحنيف دكتور تكلم عن هذا الظاهرة؟ طبعا. هلأ القرآن الكريم أشار إلى أهمية البكاء، يعني وإذا سمعوا ما أنزل إليك من ربهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ترى أعينهم تفيض، إشارة إلى كثرة البكاء. هذا عندما يستمع الإنسان إلى القرآن، سبحان الله. فالاستماع إلى القرآن بخشوع هو وسيلة علاجية أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، منهما عين بكت من خشية الله. سبحان الله، العين التي تبكي من خشية الله أثناء قراءة القرآن، ما الذي يحدث؟ هذه العين لا تمسها النار يوم القيامة. إذن القرآن الكريم والسنة النبوية يحضان على ضرورة أن تكون رحيما، بكاء، رقيقا،
وليس كما كان العرب يعتقدون في زمن الجاهلية. كانوا يعتقدون أن البكاء هو نقطة ضعف طبعا. أو هو عيب مثلا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى، وأكد أن العين التي تبكي من خشية الله لا تمسها النار. سبحان الله. فهذا النبي كيف وصفه الله؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك دكتور احنا بنستعيذ بالله في دعائنا من عين لا تدمع. صحيح سبحان صحيح الله. شكرا جزيلا دكتور. بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. شكرا. يا أهلا وسهلا. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان.